مسابقة جنان، مسابقة جنان، مذيع لمع في مسابقة جنان، شكله فظيع شكله تمام، أستاذ عصفور مش غلبان، عامل نفسه سوبرمان، مخرج أوانطة وفلفل نار، بيسخن كده باستمرار، مارد غريب شنباته طوال، عامل فيها جليات جبار، المهم يا صاحبي تبقى همام، صحصح ركز واوعى تنام، هتتاخد على اخوانا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج مسابقه جنان الجزء الثاني. النهارده معانا كارين وفرونيا، موهوبين جدا في الترنيم والعزف والتمثيل والرسم. النهارده احنا هنحاول نلخبطهم شويه عشان نشوف ردود افعالهم ايه، خصوصا كمان ان احنا معانا فارس من فوارس البرنامج ديفيد. خليكم معانا هنشوف هيحصل ايه في كارين وفرونيا. طيب انا عايزكم تركزوا كويس، انتوا معاكم في المسابقه ولد اسمه ديفيد. هو بصراحه انا مخنوق منه لان هو رخم وبيتكلم كتير وعايز يكسب وخلاص، اي حاجه يتكلم شوتوا فيه، لان لو اديتوا له فرصه انه يتكلم كتير وياخد فرصته يعني هيكسب ترد عليه على طول، خش في شمال، لان هو لو انتم ما خدتوش حقكم واديتوا له فرصه انه يتكلم ويستعرض عضلاته كده ويقول المعلومات اللي عنده هيكسب، وبصراحه انا مخنوق منه يعني. فانا عايز كنتوا تكسبوا. انا اعرفه. تعرفيه رخم؟ جدا فعلا صراحه. وانت تعرفيه برضو رخم؟ طيب ريزل قوي. شمال بقى يتكلم على طول خلاص، يعني اي كلمه رخمه كده نرد عليه. حاضر. اصلي أصلي. أصلي. أصلي أنا جو. نرحب بالمتسابقين. أهلا، إزيك؟ إزيك؟ اسمك إيه؟ كارين جوزيف. كارين جوزيف. فرونيا ايمن. فرونيا، انتوا عارفين ان انتوا هيبقى معاكم حد النهارده برضو موهوب وهتبقوا انتوا الاثنين عارفين. طيب انتوا اصلا موهبكم ايه يا كارين انتوا فرونيا؟ انا احب ارسم والون. ارسم والون. وانتي تحبي ايه؟ احب اعزف على الاورج. تعزف على الاورج؟ يعني انت بترسمي وتلوني وانت بتعزف على الاورج وترنمي برضو بالحركات، تعرف ترنيم بالحركات وكده، عشان اللي جاي ده متسابق شاطر جدا وبيعرف كويس قوي يرنم ويرسم ويعزف وكل حاجه. ماشي يلا ماشي. هنبدا يلا ونرحب بالمتسابق العبقري ديفيد. نورت البرنامج. فرونيا كارين. فرونيا كارين. لا لا أنا اللي فرونيا، هي كارين. أنت كارين وهي فرونيا. ماشي. هو ديفيد وأنا أيمن. يبقى أنت فرونيا، هي كارين، ديفيد. أنت قلت لي مواهبك الترنيم والرسم. أنا بعزف على الأورج. أنا بتكلم فرونيا. أنا كارين. أنت كارين ولا فرونيا؟ أنا كارين. ولا فرونيا؟ أنا كارين. أنت كارين؟ كارين. كارين إيه؟ أنا كنت الرسم والترنيم. رسم وترنيم؟ مين اللي علمك بقى ترنيم؟ عندي في الكنيسة كنت بتعلم الترنيم. ومين اللي علمك الرسم؟ الرسم لا انا كنت متعلمين وانا صغيرة. وانت ديفيد انت مواهبك ايه؟ تمثيل والرسم. هو في ترنيم؟ لا الترنيم والعزف والرسم. وانتوا صحاب من زمان؟ انا وكريم؟ احنا بنات خالات. بنات خالات؟ من زمان ولا الايام دي؟ بنات خالات من واحنا صغيرين. من زمان يعني؟ من قد كده. انتوا قد كده انتوا بنات خالات؟ اكيد يعني. ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي؟ هو احنا بنات خالات. فور ثري سيفن، واهلا بكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده وبرنامج 3 على الهواء
النهارده معانا كارين وفيرونيا وديفيد. كارين وفيرونيا وديفيد موهوبين جدا، والنهارده المواهب يعني كارين، قولي لنا كارين مواهبك ايه؟ انا بحب الرسم والترانيم. وانت يا فيرونيا؟ العزف والترانيم. وانت يا ديفيد؟ العزف والرسم والترانيم. النهارده المنافسه هتبقى جديده جدا. دلوقتي هنبدا باول فقره وهي فقره الترنيم. كارين انت مين اللي علمك الترنيم؟ قلت لي في الكنيسه. وعارفه ترنيم بالحركات؟ يعني هو انا وهي محضرين ترنيمه. طب وروح لنا. مين ساكن في قلبك؟ مين واحد بس من الاثنين، اما الضوء او الشيطان؟ واحد بس من الاثنين. في يوم خبط باب قلبي فتحت لقيته ربي، دخل وتعشى معايا من يومها يا هنايا، دخل وتعشى معايا من يومها يا هنايا. مين ساكن في قلبك؟ مين واحد بس من الاثنين، اما الله او الشيطان؟ واحد بس من الاثنين. برافو، كانت فقره جميله فعلا. ديفيد نايم. وانتوا الترنيمه كانت حلوه والحركات حلوه. ديفيد، ديفيد انا متعلمه. ايه يا ديفيد في ايه يا ديفيد؟ كل شويه تنام. ايه رايك في حركات الترنيمه اللي عملوها من شويه؟ ان هم بيحطوا فلوس فيها ايه؟ ساكن ساكن. ايوه ايه رايك فيها؟ عجبتك؟ لا طبعا. لا طبعا. ليه بقى؟ ماشي اوكي ماشي. ده رايك ماشي ده رايك، لكن احنا شايفينها حلوه بقى. احنا شايفينها ازاي يعني؟ بتحطوا فلوس؟ شايفه حلوه ولا لا؟ شايفه انت حلوه ولا لا؟ ساكن. خلاص ثانيه شايفه حلوه ولا لا؟ لا. ده رايك اوكي؟ ده رايك حلو. ماشي خلاص ماشي. ده فلفل بيعمل احسن منه. كل واحد هو حر في اللي على فكره. مش دي حركات الترنيمه. لا هي دي الترنيمه اللي عارفها كويس. لا مش هي. بس يا سلام هترنم لنا ترنيمه ايه؟ توت 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 لا تريح فوت. لا لا في ترنيمه انت بتحبها انا بتبقى عزيزه على قلبي قوي يعني. عيني سليمه يا ايمن. طب اللي هي قول كده الترنيم بتاعتك. يلي بديت الرحله معايا. يلي بديت الرحله معايا هي دي بالحركات بقى. يلي بديت الرحله معايا واثق فيه انك هتكمل، انت الفرح وقت بكاء، انت القلب اللي بيتحمل. يعني بجد مش عارف اقول لك ايه. ابكيتني، افجعتني. انت موهوب بالصليقه، الصليقه في دمك. ايه رايكم في الترنيمه اللي قالها ديفيد؟ الترنيمه حلوه. هي الترنيمه حلوه. الحركات يعني الحركات مش مظبوطه. صوته الحركات مش مظبوطه. لا صوته حلو. صوته حلو بس الحركات مش مظبوطه. صوته فيه انبعاج. ايه صوته؟ فيه انبعاج. يعني ايه انبعاج؟ انبعاج انبعاج اللي هو رن بيه من شويه. يعني هو صوته خفيف شويه. يعني صوته حلو. يعني صوته حلو. في انبعاج حلو حلو. طيب دلوقتي فقره الترنيم انتهت. احنا دلوقتي هنخش على فقره التمثيل. انتوا بتعرفوا تمثلوا مع بعض؟ ممكن نشوف المشهد. يا قصه يوسف. هو دلوقتي لاخ هيتكلم. وانا ايه رايكم يا اخواتي ان ناخد القميص؟ لو جه يوسف احنا ناخد قميصه ونذبح اي خروف من عندنا، وهنغرق الدم بتاع الخروف على القميص، وبعد كده هناخد يوسف وهنرميه جوه البير، وبعد كده هنروح لبابا ونقول له ان يوسف اكل الديب. يا اخواتي يا اخواتي انا بتاكل اكله عشان تغلط. صاحب الاحلام وصل. رايك ايه يا ديفيد في قصه يوسف؟ اولا هو ما كانش خروف، كان معزه. بعدين هو ما بلعوش القميص، بلعوا التيشيرت. بعدين ما رميش في البير، رماه في الخروف. لا ثانيه بقى ثانيه بقى. اتفضلي. كله غلط. ما فيش تيشيرتات كانت موجوده زمان. وكان في خرفان عندهم، ما عندهمش معيز. ثانيه واحده بقى، ده اديداس كان موجود من ايام الفراعنه. اديداس كان عندهم بير. وكان فاضي. ما فيهوش ميه ولا اي حاجه، قاموا راموا فيها. انت بتقول يا ديفيد دلوقتي ان هو ما كانش فيه خروف، ده كان معزه، وما كانش قميص، ده كان تيشيرت ونوعه اديداس، عشان اديداس كان موجود من ايام الفراعنه. ماشي. وما كانتش بير، كان حفره. وايه رايك في اداء التمثيل بتاعهم؟ لا مش مقنع.
هو عايز يخسرنا وخلاص بقى. طب انا عايز اخسركم. طب ديفيد ديفيد هنشوفك انت اوكي ورينا وهما هو الاحسن ونشوف. لا انا مش بقول الاحسن، انا ما بقولش كده وخلاص، انا بقول الاحسن مين بقوله. اتفضل اتفضل يا ديفيد لو سمحت. ماشي وفلفل ممكن يساعدك في التمثيل لو انت يعني انت مش تعبد الاله ان انا بعبدها. لا انا مش هعبد ربنا. مش تعبد ربنا؟ لا. طب خلاص نموت جبلات القرود. طب دي قصه ايه عايزه اعرف؟ اي قصه ايه بس عشان نبقى فاهمين قصه ايه؟ دانيال. دانيال في بقى انا غلطات شفتها وانا شفت غلطات. بص نتكلم بقى زي ما هو قال غلطات. بس احنا برضه هنقول غلطات. اتفضلي. بص ما في دي مش تعنيف. معلش هي هو واحده واحده تتكلمني. هو كان جب الاسود مش جب القرود. ايوه ده دي ازاي اسود. هو عمل ايه قدامكم دلوقتي؟ جب الاسود. بس هو عمل ايه قدامكم دلوقتي؟ هو قال جب القرود. طيب هو عمل ايه؟ هو جب الاسود. جب القرود. أيوة. لا مش أيوة. هو القرود بقى. هو عمل ايه دلوقتي قدامكم؟ مش عمل القرد؟ اترمى في جب. اترمى في جب. لكن هو عمل ايه؟ جب الاسود. طيب الاسود مش القرود. طيب هي دي بالره ودي مش الاثنين حيوانات؟ لا في فرق بقى. في فرق ايه؟ القرود بتتنطط الاسد بياكل. والقرود طب ما القرود ما بتسوق ما بتاكلش. ما بتاكلش انسان. امال بتاكل ايه؟ ما بتاكل ايه؟ حيوان. لا معلش انت عليك هيردوا. بتاكل موز وبتاكل حاجات تاني. لا وبتاكل انسان. ناس تقعد كلت واحد صاحبي. كلت واحد صاحبي. كلت واحد صاحبي. كلت ايه؟ طيب ماشي. يعني لو يفتح بقه قد كده؟ كلت واحد صاحبي. طيب ماشي. لو انت مقتنع ان هو الحلو مش مشكله. طالما احنا مقتنعين برأينا مش مشكلة. ما يهمنيش. دي تاني قفشة. تاني قفشة في ايه بقى؟ أول مرة ترنيمة وعدتها والمرة دي ناين 11 12 30 40. اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، والنهارده حلقه ممتازه وخاصه جدا. معانا كارين موهوبه جدا جدا جدا، وفرونيا موهوبه جدا جدا جدا، وديفيد ديفيد اختفى. يا جماعه احنا النهارده مبسوطين قوي بوجود كارين وفرونيا، وعايزين ناخد رايكم في ديفيد. هو في الترانيم كان حلو. وفي التمثيل؟ لا التمثيل كان غلط. تمسكها غلط. وانت يا فروني رايك ايه؟ هو الترانيم كان في حركات كان في حركات غلط. غلط كتير، وهو ما كانش مصدقنا اللي احنا بنقوله. وبعد كده في قصه دانيال هو مش جوب القرود، هو جوب الاسود، وقعدنا نقنعه كده هو ما رضيش يسمع الكلام. لكن هو التمثيل كان ايه اداؤه الفعل التراجيدي يعني في الموضوع؟ يعني كان يعني مش قوي يعني. عشان بس بابا ومامته بيتفرجوا على البرنامج ده، فيعني بس نقول كلام حلو صغير، مش لازم كتير يعني، بس كلمتين حلوين. بحزش. ممكن يعني انت بتفهميني انت يرضيكي بابا ومامته يتفرجوا على البرنامج يتضايقوا ان هو شكله وحش؟ الكلام ما بيعمل غلط. ما احنا مش هنقول مش هنقول ايه؟ زعقنا فيه دلوقتي؟ زعقتوا فيه؟ لا ده بصراحة. لا مش انتوا بتقولوا عليه ان هو وحش. ده رأينا. أنا ما بنقولش عليه ان هو وحش. انا عارف ان ده رأي. احنا بنقول على ديفيد. ما هو على ديفيد مش على ايه؟ انا بتكلم على بابا وماما ديفيد لما يجوا يتفرجوا على البرنامج ده. انت ترضي بقى ان هو يعني يقول وحش كده ما احنا هنشيل في الشغل في المونتاج اللي هو الوحش اللي بيعمله وهنركب الحاجات الكويسه. لا ما ينفعش كده. ده لا ينفع. لا هو غش. ده اسمه مش غش. مش غش. احنا لازم نعمل تزوير. ايوه طيب تزوير. غير في فرق فعلا بين الغش والتزوير. الغش انتوا كده عايزين توروا بابا ومامته ان هو ممتاز. ايوه عشان أيوة. لازم لا لازم يشوفوا ده تعبوا جدا عقبال ما جابوه ده. طب بصي مش لازم ممتاز، خليه جيد مرتفع. جيد ايه؟ هو احنا في يعني حاجه بسيطه حاجه بسيطه عشان نبسط بابا ومامته. احنا بنحط خط تعبانين يا جماعه. لا بس دول تعبان. يلا يا جماعه هنطلع الهوا هنطلع الهوا هنطلع الهوا هنطلع الهوا هنطلع الهوا. يلا كلام حلو بسرعه. يلا 3 2 وبس وبس. ورجعنا تاني يا اعزائنا المشاهدين، ومعانا كارين وفرونيا. عايزين نعرف رايكم ايه في ديفيد في التمثيل. ايه رايك يا كارين في التمثيل؟ تمثيل ديفيد. هو التمثيل القصه كانت صح، بس
بس الجب ايه رايك؟ حلو. والترنيم حلو والحركات كويسه. رايك ايه يا فرونيا؟ انا لما هقول لا مش هقول حاجه غلط. هقول اللي هو الكلام اللي انا بقوله. احنا لا. مش هقول، مش عايزه اقول. مش عايزه اقول، اصل لو قلت انتوا تقولوا تقولوا بعد يو بقى. يلا مش هقول رأيي، انا مش مقتنعة بيه. انتي بدي ماشي، يا قول الصراحة يا بلاش اصلا. انت ليه برضه بترفع حواجبك كده وكده؟ انت عمال بقى تقولي ترفع حواجبك ليه؟ اديك انت بترفع حواجبك. شكرا يا جماعة، احنا كنا بنهزر معاكم. ننزل من الهوا يا جماعة، احنا كنا بنهزر معاكم وببساطة ان انتوا كنتوا موجودين معانا النهاردة. ونرحب ببابا كارن، استاذ منير، فلفل، ديفيد، كلهم معانا، فلفل واستاذ منير وديفيد، وكنا بنهزر معاكم. انا بس عايز اقول ان بابا كارين هو السيناريست او اللي مؤلف لنا الحلقات، مستر جوزيف فوزي. لكن انا انبسطت جدا ان جوزيف ما حرقش فكره البرنامج مع ولاده، لكن سابهم كده رغم ان هم مدمنين مشاهده الكوارتر اللي فات، لكن قدرنا نضحك عليهم ونخليهم ينفعلوا كل الانفعال ده. لكن احنا بنحبهم جدا وانبسطنا بيهم. وانتوا يا بنات خليكم واثقين من نفسكم، وفي نفس الوقت تعلموا حاجه مهمه جدا، ان احنا نقبل الراي الاخر حتى لو ده عكس راينا. نكون واثقين من نفسنا، ومش اي حد يلخبطنا او اي حاجه، اي حد يقول علينا ان احنا وحشين يبقى نصدق ان احنا وحشين. احنا كنا مبسوطين جدا، وفرونيا وكارين كانوا هايلين وموهوبين جدا، وعندهم ثقه في نفسهم، والحلقه فعلا كانت جميله. كنا عايزين نعرف منك انت رايك ايه في البرنامج، ولما جيت كتبته كان هدفك ايه؟ اشرح لنا كده افكار البرنامج. هو ببساطه تقريبا المقدمه اللي انت بتقولها، يعني احنا بنحاول نحط الطفل تحت ضغط معين ونشوف رد فعله هيكون ازاي. بنبين السلبيات والايجابيات. السلبيات لما بتبان بنقدر نشتغل عليها، سواء هنا يعني كمجموعه عمل او في البيت. يعني انا كبابا بشوف سلبيات كارين من خلال انفعالها، رد فعلها، وبمسك المشكله اللي هي السلبيه اللي فيها وابتدي احاول اعالج ده في البيت، في المدرسه، في الكنيسه، بشوفها ليه اتنرفزت، ليه بتكذب، ليه رد فعلها كده. بس يعني ده ببساطه يعني. طب انت مش شايف ان احنا بنتقل على الطفل شويه، مثلا بنضايقه، بنزودها معاه، ولا ده صح للطفل اصلا؟ طبعا احنا بنتقل، بس بنشيل ده في المونتاج، والكويس بنخليه. شكرا. بجد الحته دي عشان لو الناس فكرت ان احنا بنتقل على العيال. بص يعني اغلب المواقف بتبقى بشكل كوميدي، فالطفل بعد كده بيتقبلها، يعني بيتقبلها، الموضوع بيبقى شكله لطيف. كل الناس بنوضح، يعني حتى لما بنهرج مع الطفل وبنقول له اذا كان رسمك وحش او تمثيلك وحش، بعد كده بنبتدي نعدله المعلومه دي، وبنقول له السلبيات والايجابيات، يعني انت لو رسمك كويس محتاج تشتغل ازاي، وبيساعدنا مستر منير في كده. تمثيلك لو كويس محتاج تنميه ازاي، وهكذا. يعني احنا مش قصدين ان احنا لا نسخر من الطفل ولا نقلس عليه خالص، ومتهيألي لو ده فكرنا انا مش هجيب كارين بنتي تشارك في البرنامج بالظبط كده. لكن احنا قصدين ان احنا نخلي الولد يبقى عنده ثقه زياده في نفسه، ده حقيقي، ان يتعلم من صغره يبقى واثق من نفسه، يتعلم من صغره انه مش اي حاجه تتقال له ينفذها لو كانت غلط بالظبط، وانه كمان ما يفوتش الغلط زي ما حصل مع البنتين، ان رفضوا تماما ان يقولوا تمام. قصه صح تمام. من جب القرود لجب الاسود ما ينفعش. انا مبسوط بيكم جدا انكم اصريتوا على انها جب الاسود، رغم انها الحقيقه انها جب القرود بالظبط. كارين وفرونيا، ثقه بالنفس، اداء متميز، الحلقه كانت قويه جدا. مستنيين رايكم، ابعتوا لنا على الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، واستنونا في حلقه جديده ومسابقه جنان. باي باي.
اتعلمت ان انا ابقى واثقه من نفسي واقول الحاجه الصح وما اكذبش، ما اقولش حاجه انا مش مقتنعه بيها وافضل متمسكه برايي لحد ما هيظهر الحقيقه على الاخر. مسابقه جنان، مسابقه جنان، مذيع لمع في مسابقه جنان، شكله فظيع شكله تمام، استاذ عصفور مش غلبان، عامل نفسه سوبرمان، مخرج اوانطه وفلفل نار، بيسخن كده باستمرار، مارد غريب شنباته طوال، عامل فيها جليات جبار، المهم يا صاحبي تبقى همام، صحصح ركز واوعى تنام، هتتاخد على اخوانا واثق في نفسك عارف كمان انك جوه مسابقة جنان، وبترعى زي اللبان ياد ما تقولش البان.